سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. لبيتوا دعوانا واحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتونا برضاكم لبيتوا دعوانا واحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار، كفيلا من دون استغناء على استعداد ليل نهار. إذن يلا كمل معايا. ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار، ينطلق فور الإنذار، كفيلا من دون استغناء على استعداد ليل نهار، على استعداد ليل نهار. ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار، ينطلق فور الإنذار، كفيلا من دون استغناء على استعداد ليل نهار، على استعداد ليل نهار. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة. شجاع باسل شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. يقتحم ألسنة النار في يده خرطوم الماء، في يده خرطوم الماء. يا له من بطل مغوار ينقذ أطفالا ونساء، ينقذ أطفالا ونساء. يقتحم ألسنة النار في يده خرطوم الماء، في يده خرطوم الماء. يا له من بطل مغوار ينقذ أطفالا ونساء، ينقذ أطفالا ونساء. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة. شجاع باسل شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. يقوم بمجهود جبار عمل شاق فيه عناء، عمل شاق فيه عناء، ويجازف رغم الأخطار وهب لنا النفس فداء، وهب لنا النفس فداء. يقوم بمجهود جبار عمل شاق فيه عناء، عمل شاق
جازف ورغم الأخطار وهب لنا النبض فداء معناه النجدة والنقوى إنقاذ البلدة والإخوة شجاع فاسد شهم بطل أنت يا رجل الإتقاء تحملت شتى الأعباء لخدمتنا ومنع الأضرار فأنت مثل العظماء ورمز من ذوي الأخيار تحملت شتى الأعباء لخدمتنا ومنع الأضرار فأنت مثل العظماء ورمز من ذوي الأخيار معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة شجاع فاسد شهم بطل أنت يا رجل الإتقاء إذن شجاع باسل شهم أنت يا رجل الإطفاء واسر مش حبيت تقول لي ها اسمك اوكي انا حبيت اليوم نغني لكم اغنيه عيد الميلاد شكون عيد ميلاده في هذا الشهر في مارس خلاص راكم بزاف طريبيا طريبيا عيد ميلادك احلى عيد اذا تغنوا كامل معايا للاطفال اللي زايدين اليوم واللي زايدين في شهر مارس عيد ميلادك احلى عيد يلا تغنوا كامل معايا وش عيد ميلادك أحلى عيد ربي كتب لك عمر جديد الله يبارك فيك ويزيد وقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك فيك ويزيد وقول لك عيد ميلاد سعيد سعادة وهنا إن شاء الله يا ربي تبي تسالا وتعيش أيامها أفراح إن شاء الله يا ربي تبي تسالا وتعيش أيامها أفراح يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا نسهل أمراح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات نسهل أمراح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها بابا وماما يدعولو واصحابو يبركولو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا برافو 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 إذن سنة حلوة يا جميل إذن كل عام كل عام ولادنا بخير وألف خير اليوم حبيتكم تتوقفوا معايا
شكون اللي يقدر يقول لي كيما نعرفوا شهر مارس معروف بالمناسبات؟ وقتاش اليوم العالمي للحماية المدنية؟ اليوم العالمي للحماية المدنية وقتاش؟ وقتاش؟ ها؟ ما على بالهاش؟ معليش؟ وقتاش؟ لا لا ماشي ثلاثة، ماشي ربعة، 8 مارس. 8 مارس عيد المرأة. 8 مارس وقتاش اليوم العالمي للحماية المدنية؟ لا لا ماشي 11 مارس، لا لا. برافو، تعالي 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 تعالي. لا شاطرة شاطرة. إذن واسمك بنتي؟ شيماء. شيماء شحال في عمرك شيماء؟ 11 سنة. 11 سنة الله يبارك. تقراي مليح؟ شحال جبتي المعدل؟ 17. واو تصفيق عليها تصفيق عليها تصفيق. حرة حرة حرة. عمو يزيد يحب اللي يقراو مليح. إذن شيماء وقتاش اليوم العالمي للحماية المدنية؟ 1 مارس. يوم أول مارس يا أخي الحماية المدنية. رحتوا رحلة الحماية المدنية في 1 مارس. برافو برافو جميل. عجبتك الرحلة؟ هايلة. إذن الحماية المدنية هما ناس نقدروهم ونحبوهم لأننا كي نحتاجوهم ونصيبوهم الإسعافات الأولية والوقاية من حوادث المرور وكامل. إذن بنتي أعطيني الهدية تاعها يا أخي. أعطيني الهدية تاعها أعطيني الهدية تاعها. شكرا 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 شكرا. إذن بنتي تفضلي. مهبول شيبس مهبول راعي هذا الحفل يهديك هذه الهدية إن شاء الله تستفادي بها. الله يخليك. قدري تفادي معنا. ويلتي يا ويلتي ستعاقبني بأشد العقاب. كامل. ويلتي يا ويلتي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. يلا تغنوا كامل معايا. ويلتي يا ويلتي. وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. قبل بدء الدرس قالت أروني واجبكم. وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. باللعب مع رفاقي نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزق. ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزق. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. بدأت معلمتي تجول عبر الصفوف تراقب واجب كل تلميذ
وحين وصولها عندي قالت أريني واجبك، فلم أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء وقلت لا كلا لم أقم به، صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. كلا لم أقم به، صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. إذن يا أطفال، من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. أمي وأبي، نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجرب دمي وفي قلبي. لا أقول لكما أف ولا أنهركما، لا أقول لكما أف، نعاملكم بلطف وانتع أمراكما. يلا تغنوا كامل معايا يا أطفال طاعة الوالدين. يا أخي، نحبك ماماتي ونحبك أباتي، انتم حياتي وسر سعادتي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. أتعبت في تربيتي خلقي وأدبي، أتعبت في تربيتي خلقي وأدبي، وكذا راحتي نورت لي دربي، وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك ماماتي ونحبك أباتي، انتم حياتي وسر سعادتي. لا أقول لكما أف ولا أنهركما، لا أقول لكما أف ولا أنهركما، أنا عاملكم بلطف وانت أمركما، أنا عاملكم بلطف وانت أمركما. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك ماماتي ونحبك أباتي، انتم حياتي وسر يا رب ارزقهما جنة من الجنات، يا رب ارزقهما جنة من الجنات، واغفر لهما الذنب يا رحمن، واغفر لهما الذنب يا رحمن. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك ماماتي ونحبك أباتي، انتم حياتي وسر سعادتي. إذن لا أقول لكما أف ولا أنهركما، نعاملكم بلطف وانتع
أمراكما يا أطفال، ربي يحفظكم إن شاء الله أنتم والأولياء نتاعكم. يا أحبائي الأطفال، الاحترام ثم الاحترام، احترام الغير مهم جدا جدا جدا، والبر بالوالدين والمثابرة في الدراسة. لحقنا دركا نهاية الحفل نقولوا فيه: لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد. والله صافي بليزير كي عمو يزيد راه يتهلا في الاولاد، وكي راه مستنى عجل يعني التفاته طيبه ان شاء الله، نتمنوا له التوفيق، راه يشوف الاولاد هنا بمناسبه هذه العطله وهذا الفضاء هذا، يعني نتمنوا له ان شاء الله الديمومه ان شاء الله. ويعني عمو يزيد ان شاء الله نقول له طول ربي عمرك، قول له باي باي عمو يزيد، قول له باي باي. قول له عمو يزيد يبارك. واش تقول عمو يزيد؟ نحبك بزاف ونحب اغاني تاعك. تحب اغاني تاعك؟ شكرا شكرا وليدي، نشكروه بزاف اللي راه يساهم في التربيه تاع الاطفال. بغيت نشكرو ونقولو بلي صحيت. قولوا صحه، يعطيكم الصحه وكثر خيرك عمو يزيد، وفرحتنا دراريك اللي فرحتنا احنا كبار، وان شاء الله كل عام فرحه مول فرحه ان شاء الله. هادي باي باي عمو يزيد. باي باي. قول يعطيك الصحه. صحه. قول لهم انا نحب أغاني تاع عمو يزيد. احنا جينا من مدينة خنشلة وأول مرة نشوف هذه الحفلة مع عمو يزيد، ونشكر عمو يزيد على الحفلة. نقول له عجبتني بزاف بزاف الحفلة، وماذا بينا يزورنا في خنشلة ويجي في كل وقت. جو ميرسي عمو يزيد على هذه ليميسيون ايديوكاتيف اي قناة شروق. J'espère que les enfants vont passer une belle journée. Personnellement, ça va être inoubliable et ça va être gravé dans la mémoire de Ryan. Ryan, dis-le à Amou Yazid, nous t'aimons. Amou Yazid, nous t'aimons. Aïe, tu veux dire, dis-le, nous t'aimons. Amou Yazid, nous t'aimons.